الثورة البيضاء. هذه الجماهير التي أمامكم بدون أن يقول لها خرجت تعبر عن ابتهاجها وإحياءها لهذه الذكرى التي لم نرى منها إلا الخير. ثورة بيضاء بعيدة عن القتل والتشريد والتدمير. في مثل هذا اليوم قام القائد المعلم العقيد معمر القذافي بثورة بيضاء طردت المستعمر البغيض. ونحن اليوم نعيش في ظل نكبة جلبت لنا الاستعمار والوصاية الخارجية. نعم للمصالحة الوطنية، ولكن أن تكون ليبيا ليبيا بحتة. نحن أخوة نعم، ولكن تجمعنا ليبيا نعم، ولكن ليبيا الشرف والعزة والكبرياء، ليبيا المجد والتاريخ، ليبيا العزة والشموخ. ها هي الراية الخضراء التي سقطت تحتها براثن الأعداء. نعم هذه الراية الخضراء التي أسقطها برنارد ليفني سيرفعها الله، سترتفع خفاقة عالية. أين أنت يا الأمم المتحدة؟ انظري إلى هذه الجموع التي خرجت بمحض إرادتها. نعم قالوا سابقا أن الجماهير التي تخرج كانت مأجورة، ولكن اليوم أين هي ثورة الفاتح؟ لا زالت تعيش في قلوب الملايين. نعم عندما قال إني أعيش في قلوب الملايين فقد قال الحقيقة. فها هي الجماهير بدون أي وعد خرجت اليوم في منطقة الصيعان وفي جميع مناطق الجماهيرية. فلينظر العالم، انظروا أيها العالم، أي المتشبثون بالديمقراطية، الديمقراطية المزيفة، الديمقراطية التي أتت على الرافال وعلى البوارج الإيطالية وعلى 48 دولة تدقنا بأقوى وأعتى أنواع الأسلحة. نعم نحن مع القوات المسلحة، ولكن القوات المسلحة التي انتماؤها للوطن وللمواطن، القوات المسلحة التي همها الوحيد هو سيادة ليبيا وعزتها وكبرياؤها. كان الشعب الليبي معززا مكرم واليوم مهان. مدينة سرت 1/9/2017 بالعيد 48 لثورة الفاتح العظيم. الفاتح لصفحة التك الصيعان بدر تحديدا منورين بن عمينا. الفاتح